دابا نشوفوا لي بروتوكول اللي هما بار كلاس كيفاش كيديروا الميزاجور ديالهم. هنايا قال لك ار ان ترانسمي ان ميزاجور بار كلاس ا ار 2. هاد الار ان غيصيفط واحد الميزاجور بار كلاس لار 2. شنو كيقول؟ قال لك مي 30 سكوند سون تيرميني، يعني هذيك 30 ثانيه راها سالات. اذا جونفوا ان ميزاجور ا مي فوازان ريب، اذا غادي يصيفط واحد الميزاجور لي فوازان ديالو، هذوك الجيران هذوك لي روتور اللي مجاورينو، غيصيفط لهم واحد اللي هما غيكونوا الريب، يعني فيهم بروتوكول ريب، غيصيفط لهم واحد الميزاجور. اذا يعني هنا من كنقولوا بار كلاس يعني اوتوماتيكمون راه الريب فيرسيون ان. اذا غيصيفط لهم واحد الميزاجور. شوف الميزاجور شنو فيها، فيها 172.16.0.0. اش من ادريس هادي مصيفط ليه هو؟ هادي اللي هي 172.16.1.0/24، ولكن مصيفطها ليه هو بار كلاس، يعني 172.16.0.0. هادي غتكون سلاش 16، يعني بار كلاس غتكون سلاش 16، يعني صيفطها ليه بار كلاس. هاد الروتور اللي هو ار 3 ترانسمي ان ميزاجور بار كلاس ا ار 2، هاد ار 3 حتى هو غيصيفط واحد الميزاجور فيها هذيك، يعني غيصيفط لي هذيك لادريس اللي هي 172.16.0.0، غيصيفطها بار كلاس كما قلنا تكون سلاش 16، ولكن فين هي مصيفط لي هو هذه 172.16.2.0/24، مصيفط لي هذه ولكن مصيفطها بار كلاس. اذا الا مشينا للطابل دو روتاج ديال ار 2، مشينا للار 2 ودرنا الشاو اي بي روت وشفنا طابل دو روتاج ديالو، انا خديت لكم غير هذه بالضبط غير ديال ان، باش ناخذ طابل دو روتاج كامل نعمرو به غير الورقه على والو. ها اللي كيهمنا هو هذا، غتلقى في طابل دو روتاج غتلقى ار يعني الريب، يعني هاد لا هاد لادريس هادي خداها بالبروتوكول الريب، غتلقى ار وغتلقى 172.16.0.0/16 كما قلت لكم سلاش 16، يعني هاد لادريس بار كلاس. هادي من جاتو شنو قال لك هنايا؟ عطاك 120، يعني ديستونس ادمنستراتيف. هاد 120 هي ديستونس ادمنستراتيف ديال من ديال الريب، وهنايا واحد يعني الميتريك، يعني قلنا الريب كيعتمد على النومبر دو سو، يعني شحال ديال القفزات. اذا هاد واحد من جابها، الا بغى يوصل هاد الار 2، الا بغى يوصل لهاد الريزو يعني غينقز هاد الروتر، يعني غينقز واحد، يعني ها هي واحد يعني نومبر دو سو، ولا بغى يوصل لهاد لو ريزو هذا غينقز هاد الروتر هذا اللي هو ار 3، يعني غينقز روتر يعني واحد، غينقز واحد هو هذا. هي في دارها لنا هنايا، حنا غادي نجيو نهضروا عليها. اذا وصل ل 172.16.0.0/16 فيا 192.168.2.1 اللي هي هادي، هاي مالهم بوان واحد، يعني باش يوصل لهاد لوريزون. ها هو الترونسون سويفون، وها هي لادريس ديال، ها هي السيريال ديال سورتي، هو هذا سيريال 0/0/1 اللي هو هذا، باش يخرج من هنا ويمشي يوصل لهاد لوريزون. نفس الشكل تاني قال لك خداها تاني نفس لادريس مين، ها هو بالريب، ها هو 120 ديسونس ادمنستراتيف ديالو، وواحد يعني الميتريك، ها هو نقز روتور هنا في 192.168.1، ها هي 192.168.1.1 ها هي ديال ترونسون سويفون، ولا انترفاس اللي هو السيريال 0/0/0 ديال سورتي اللي هو هذا. هذا بالنسبه للبار كلاس. اجي نمشيو للبروتوكول دو روتاج اللي هما سون كلاس. قال لك لي بروتوكول دو روتاج اي بي في 4 سون كلاس، اللي هما الريب فيرسيون 2، الاي اي جي ار بي، لو اس بي اف، اي الاي اس اي اس، inclut toutes les informations de masque de sous réseau avec l'adresse réseau dans les mises à jour de routage. يعني في الميزا جور ديال الروتاج، يعني هاد يعني دوك لي ميزا جور كيشملوا ايضا اش هذاك لي زانفورماسيون ديال الماسك دو سو ريزو، يعني هاد لي بروتوكول كيديروا هادشي، يعني في الميزا جور ديالهم ديال الروتاج كيشملوا ايضا في داك الميزا جور هاد
لي زانفورماسيون ولا لي سوريزون. لي بروتوكول دو روتاج سون كلاس برينون شارج لو ماسكاج دو سو ريزو دو لونغور فاريابل لي هو الفي اس ام اي لو روتاج انتر دومين سون كلاس لي هو السيدر. يعني قال لك هاد لي بروتوكول دو روتاج لي هما سون كلاس لي هما هادو راهم كي سيبورتيو الفي اس ام وكذلك السيدر مثلا سلاش 22 كيف ما قال سلاش 23 الى اخره. حنا دابا غنشوفوا هادشي دابا من بعد. هنايا لي بروتوكول دو روتاج اي بي في 6 سون كلاس جينيرالمون لا ديستينكسيون اونتر ان بروتوكول دو روتاج بار كلاس او سون كلاس سابليك اونيكمون او بروتوكول دو روتاج اي بي في 4. ملي كنجيو نهضروا على واش هاد بروتوكول سون كلاس ولا بار كلاس يعني كنكونوا نهضروا غير على الاي بي فيرسيون 4 فقط. اما الاي بي فيرسيون 6 شو شنو غايقول لنا؟ Tous les protocoles de routage IPv6 sont considérés comme étant sans classe car ils incluent la longueur de préfixe avec l'adresse IPv6. يعني ملي كنقولوا IP version 6 راها sans classe. يعني علاش؟ لانها في يعني كدير هذاك البريفيكس هذاك لونغور دو بريفيكس مع الادريس IPv6. لونغور دو بريفيكس هو داك سلاش 61 ولا سلاش 64. اذا دابا غنشوفوا هاد العكس. دابا دابا الار 1 ترانسمي اي ميساجور سون كلاس ا ار 2 او يعني نفس الهضره اللي قلنا قبيل. شوف هذاك الميساجور من غيصيفط ليه هو مكونيكتي مع 170.16.1.0/24 غيصيفطها ليه هي. ها هي 170.16.1.0/24 ها هي صيفطها ليه هي. وهاد الار 3 حتى هو غيصيفط الار 2 هاد لادريس اللي مكونيكتي مع لي هي 170.16.2.0/24 هي هادي لانه السون كلاس صيفطها لي بحال هكا. وكانت بار كلاس غيصيفطها لي كيف ما شفنا قبيله اللي هي 170.16.0.0/16. اذا ملي كنمشيو للطابل دو غوطاج ديال الار 2 شنو كنلقاو؟ كنلقاو 170.16.0.0/24 از سابنيتد تو سابنيت يعني تقسمات جوج المرات. عندنا ار هنا وار هنا يعني الريب الريب 172.16.1.0 اللي هي هادي ها هي 120 ديال ديستونس ادمنستراتيف ديال الريب وواحد هو النومبر دو سوك كما قلنا باش يوصل للريزو فيا اش 192.168.1.1 اللي هي هادي هاد ترونسون سويفون و لادريس ديال الانترفاس اللي هو دو سورتي نفس الشكل هنا 172.16.0 اللي هي هادي ها هو ديسونس ادمنستراتيف ديال الريب 120 واحد نمبر دو سو يعني باش يوصل لها ينقص هذا الروتور فيا هاد ترونسون سويفو 192.168.2.1 و هاد سيريال الانترفاس دو سورتي اللي هو سيريال 0/0/1. اذا نشوف دابا لي كاركتيرستيك دي بروتوكول دو غوطاج. دابا نشوفو لي كاركتيرستيك. قالك هنا plusieurs caractéristiques permettent de différencier les protocoles de routage. يعني البروتوكول دو روتاج نقدروا نفرقوا بيناتهم بزاف ديال الخصائص منهم اش يعني الفيتاس دو كونفيرجونس سيتادير لا فيتاس دو كونفيرجونس ديفيني لا رابيديتي ا لاكيل لي روتور دون لا توبولوجي دو ريزو بارفيان ا بارتاجي لي انفورماسيون دو روتاج et à disposer d'une base de connaissances cohérence. Et dans le cas de la convergence, convergence, c'est ce qu'il y a. Il y a les routeurs complets, les routeurs complets, les topologies, qui ont des mêmes informations, qui ont des mêmes informations, alors, لي روتور كاملين اللي معاهم في الطوبولوجي. يعني كل روتور عنده المعلومات كامله اللي عند هذا الروتور واللي عند هذا الروتور واللي عند الروتور الاخر. هذه هي الكونفيرجونس. وملي كنقولوا الفيتاس ديال الكونفيرجونس يعني هذاك الروتور يعني شحال دار تاع الوقت باش عرف المعلومات كاملين اللي عند كل يعني المعلومات كاملين اللي في الطوبولوجي. يعني كل روتور لي زانفورماسيون ديالو يكونوا عنده هو في طابل دو غوطاج. يعني عندي الروتور واحد عنده لي زانفورماسيون ديالو هو وديال الروتور 2 وديال ار 3 وديال الار 4 الى اخره. يعني الفيتاس ديال الكونفيرجونس يعني واش دغيا دار هذا الشيء ولا تعطل. قال لك بلو لا كونفيرجونس اي رابيد
يعني كل ما كانت كونفيرجونس رابيد يعني هذاك البروتوكول دغيا كيدير لينا الكونفيرجونس دغيا قال لك بلو لو بروتوكول اي ريكوموند يعني هذاك البروتوكول كل ما كان اللي هو عنده الكونفيرجونس دغيا رابيد راه هو اللي مطلوب. قال لك دي بوكل دو روتاج peuvent survenir lorsque des tables de routage incohérentes ne sont pas mises à jour en raison d'une convergence lente dans un réseau changeant. إذن راه لي بوكل كيبداو عندنا لي بوكل يعني داكشي غيبقى يدور شنو اللي غيبقى يدور هذاك الميزاجور علاش ملي كيكون عندنا شي شي طابل دو غوطاج ان كويرون يعني ما متناسقش يعني مثلا واحد الروتور فيه واحد طابل دو غوطاج في الار ان والار دو عنده طابل دو غوطاج مخالف علاش لان الار دو فيه واحد بروتوكول دو غوطاج اللي هو ما دارش الكونفيرجونس رابيد باش يعرف لي روتور كاملين اللي معاه اشنو عندهم في الطابل دو غوطاج ديالهم يعني تعطل يعني باش كيدير ديك الخدمه يعني تعطل ملي تعطل يعني كي ديتيكتيو بانه ما راه كاين واحد الانكويرونس يعني ما كاينش واحد التناسق في لي طابل دو غوطاج شي حاجه كاينه هنا وكاينه هنا ولكن في هذا ما كايناش فيه. اذا كيبداو يديروا لي بوكل يعني كيبداو يعاودوا يصيفطوا لي ميساجور باش هذاك الطابل دو غوطاج ولا هذاك البروتوكول اللي هو ثقيل ما دارش الكونفيرجونس دغيا كيصيفطوا ليه المعلومات يعني باش يعمر طابل دو غوطاج يولي عنده بحالهم. وهذا الشيء شنو كيدير يعني كيبقى يدير واحد البوكل داكشي كيبقى يتعاود يدور في الريزو كيتقل لنا الريزو. والمشكل فين كاين في داك البروتوكول دو غوطاج هو اللي باقي ثقيل ما دارش الكونفيرجونس يعني باقي ثقيل هو يعني ما خداش المعلومات اللي كاين عند لي ريزو الاخرين اللي عند لي روتور الاخرين. هذا الشيء هو اللي كيقول لنا هنايا ليفوليتيفيتي يعني ليفوليتيفيتي يعني خاص كل ما كبر الريزو يعني دوك التوبولوجي كبرات راه خاص البروتوكول حتى هو يكبر معاه حتى هو خصو يعني الخدمه ديالو خصها تزاد شويه ليا خصو حتى هو يكون ايفوليتيف. اذا قال لك هنايا البار كلاس او سون كلاس يعني من بين لي كاركتيرستيك واش هاد البروتوكول هذا بار كلاس ولا سون كلاس يعني ليوتيليزاسيون ديال الفي ال اس ام واش هو كيسيبورت الفي ال اس ام ولا ما كيسيبورتيش الفي ال اس ام. هذا الشيء اللي غادي يقول لينا هنا يعني قال لك لي بروتوكول دو غوطاج بار كلاس n'inclut pas le masque de ce réseau et ne peuvent pas prendre en charge le VLC. Et les protocoles de routage sont classés incluent le masque de ce réseau dans les mises à jour. L'utilisation des ressources. يعني واش كيستعمل لي ريسورس هذا البروتوكول هذا واش كيستعمل الرام البروسيسور الى اخره. يعني قال لك انكلي لي زيكزيجونس دان بروتوكول دو غوطاج يعني هاد ليوتيليزاسيون دي ريسورس يعني كتشمل المتطلبات ديال هذاك البروتوكول دو غوطاج تيل كو يعني الرام واش هو كياخذ من الرام ليوتيليزاسيون دي بروسيسور شحال كيستخدم بروسيسور l'utilisation de la bande passante واش كياخذ واش كي consommer la bande passante ولا لا pour des besoins en ressources plus élevées un matériel plus puissant est nécessaire pour prendre en charge le fonctionnement des protocoles de routage en plus des processus de transfert de packet. يعني راه كل ما كان قال لك عندنا لي besoins يعني كنحتاجوا الغوسورس اللي هما بليز الفي يعني بغينا الرام مزيان غنحتاجو الرام بزاف والبروسيسور بزاف يعني راه خاص حتى الماتيريال يكون عندنا بويسون يكون هادشي فيه مزيان نيت ماشي ناقص. عندنا تاني لامبليمونطاسيون والمانتونونس قالك لامبليمونطاسيون اي لا مانتونونس فون ريفيرونس او كونيسونس كان ادمينستراتور ريزو دو بوسيدي pour implémenter et gérer le réseau en fonction des protocoles de routage déployés. يعني هذاك الادمنستراتور يعني على حساب اش من حنايا بروتوكول مثلا دايرين واش هو غادي يقدر يجيري هذاك الريزو وغيكون ساهل عليه يجيري داك الريزو ولا ماشي ساهل عليه. يعني حنا غادي نشوفوا هاد لو طابلو هنايا وغادي في هذا الشيء ملخص قال لك الكومباريزون دي بروتوكول دو غوطاج عندنا اللي هما فيكتور دو ديستونس وعندنا اللي هما ايطا دي ليان. عندنا هنايا
اللي هما فيكتور دو ديستانس فيهم الريف فيرسيون او الريف فيرسيون 2 الاي جي ار بي والاي جي ار بي و ليطا دي ليان فيهم لو اس بي اف او الاي اس اي اس. هنايا عندنا الفيتيس دو كونفيرجونس. الفيتيس دو كونفيرجونس بالنسبه الريف فيرسيون 1 دار لك لون يعني ثقيل، يعني ثقيل بزاف باش انه يدير لنا يعني الفيتيس ديال الكونفيرجونس ديالو ثقيله. هضرنا على الكونفيرجونس. الريفيرسيون 2 كذلك، الاي جي ار بي كذلك، الاي جي ار بي رابيد يعني الفيتاس ديالو رابيد السرعه، والاو اس بي اف تا هو رابيد والاي اس اي اس تا هو رابيد. بالنسبه للايفولوتيفيتي يعني الطاي دو ريزو، يعني ملي كتكبر الطاي دو ريزو مثلا هاد الريفيرسيون ار اف فيبل ضعيف، والريفيرسيون 2 كذلك ضعيف، والاي جي ار بي كذلك الاي جي ار بي ال في يعني ما عندوش مشكل الا كبرات الطوبولوجي، والاو اس بي اف كذلك والاي اس اس كذلك. بالنسبه لوتيليزاسيون ديال في ال اس ام، الريب فيرسيون 1 والريب والاي جي ار بي هادو قلنا ما كيسيبورتيش في ال اس ام، ما طبقه كيسيبورتي في ال اس ام. هنايا لوتيليزاسيون دي ريسورس، كل واحد كيفاش كيستخدم لي ريسورس. بالنسبه للريب فيرسيون 1 والريب فيرسيون 2 والاي جي ار بي ما كيستخدموش لي ريسورس بزاف، اما الاو اس جي ار بي مويان، اما الاو اس بي اف والاي اس اي اس الفي. بالنسبه لامبليمونطاسيون والمانتونونس للصيانه، بالنسبه للريفيرسيون 1 سامبل، الريفيرسيون 2 سامبل والاي جي ار بي سامبل، الاو اس جي ار بي والاو اس بي اف والاي اس اي اس كومبلكس يعني معقده شويه لامبليمونطاسيون والمانتونونس ديالهم. دابا نشوفوا الميتريك دي بروتوكول دو روتاج، هضرت على الميتريك وشرحته بزاف المرات. هنا قال لك il peut arriver qu'un protocole de routage، واحد الحاجه مهمه نهضر عليها قبل ما نكمل. قلت لكم هضرت على الميتريك بزاف المرات، ولكن علاش معاود كنهضر عليه ثاني هنا؟ حيت كل مره يعني على حسب الدرس وعلى حسب شنو كنبغي نقول على هذاك الميتريك. يعني هنايا راه غادي نقول هضره اخرى ثاني على الميتريك غادي نفهموه. قال لك il peut arriver qu'un protocole de routage découvre plusieurs routes menant à la même destination، يعني البروتوكول يعني كيكتشف ان كيكونوا بزاف ديال لي روت كيدوا لنفس ديستيناسيون نفس الوجهه. قال لك بور سيليكسيوني لو ميور شومان، باش نختاروا حنايا افضل طريق، ايل دو بوفوار ايفالوي اي ديفيرونسي لي شومان ديسپونيبل بور سو فير لي ميتريك دو روتاج دواف اتر اوتيليزي. يعني باش يختار هو احسن طريق خاص هنايا يستخدم الميتريك، وكيف ما قلنا حنا الميتريك الصغير راه هو هذيك هي الميور شومان. قال لك اون ميتريك ايتين فالور ميزيرابل، يعني راه واحد القيمه اللي هي قابله للقياس، اتريبي بار لو بروتوكول دو روتاج، يعني البروتوكول دو روتاج هو اللي كيحسب لنا الميتريك، يعني اللي من واحد ديستيناسيون لواحد من واحد سورس لواحد ديستيناسيون يعني شحال ديال الميتريك. هنا قال لك ا ديفيرون روت سولون لوتيليتي دو لا روت سبيسيفيك، هادشي اللي قلت دابا. قال لك دون لي كا او ايل اكزيست بليزيور شومان فيغ لو ميم ريزو ديستون، لي ميتريك دو روتاج سون اوتيليزي بور ديتيرميني لو كو، هضرت على لو كو جلوبال دان شومان اونتر لا سورس اي لا ديستيناسيون. اذا هذه هي حتى هي شرحتها غير دابا، يعني ملي كيكون عندنا بزاف لي غوت كنشوفوا لو ميتريك باش ديتيرمينيو الكو. وهنا دابا نيت غادي يقولنا باش هذاك لو كو اللي هو صغير، يعني هذاك لو ميتريك اللي غيكون اصغر ميتريك هو لو شومان اللي غادي نختاره. قال لك لي بروتوكول دو روتاج ديتيرمين لو ميور شومان اون فونكسيون دو لا غوت كي بريزونت لو كو لو بلو فيبل، يعني البروتوكول دو روتاج كيحدد لنا احسن طريق كيعتمد مني كيحسب كيشوف هذاك لو كولو بلي فيبل، يعني هذاك الميتريك اللي هو كما كنقول حنا اصغر ميتريك بحال اقصر طريق، هذاك راه هي الميور شومان. هنايا لا ميتريك ايتوليزي بار ان بروتوكول دو روتاج ني با كومبارابل ا سيل ايتوليزي بار ان اوتر بروتوكول، دو بروتوكول de routage différents peuvent choisir des chemins différents vers une même destination. هاد الجمله الاخرى مهمه بزاف، علاش؟ قال لك يعني البروتوكول دو روتاج
يقدر يكون عندنا دو بروتوكول دو غوطاج وبجوجهم غاديين نفس الوجهة، ولكن يقدر واحد يختار طريق والاخر يختار طريق. علاش؟ لان كل واحد في الميتريك ديالو علاش كيهتم. الو اس بي اف ماشي بحال الري. نشوف واحد لانيماسيون باش نوضحوا هادشي مزيان. هنايا عندنا هاد الروتور ار 1 والروتور ار 2 والروتور ار 3. هاد البي سي، هذا بي سي 1 بغى يصيفط البي سي 2 واحد الباكي مثلا، ياك عندنا هاد اللي هذا في 56 كيلو بايت بار سكوند هنايا، وعندنا هاد اللي هذا. اذا قال لك هنا لتحت لو بروتوكول الريب شوازي لو ميور شومان اون فونكسيون دو نومبر دو سو، يعني ملي كيكون عندنا الريب يعني خاصو هو لو نومبر دو سو يكون قليل، يعني شحال من روتور غادي ينقص باش يوصل ديستيناسيون، خاصو ينقص اقل عدد ديال لي روتور. اما لو بروتوكول او اس بي اف شوازي لو ميور شومان اون فونكسيون دو لا بوند باسونت، يعني كيختار هو طريق الله يعملو ما يفوت مثلا 100 روتور، الا كان غير البوند باسونت مزيان يمشي مع هذاك الطريق. من احسن ليه ما يمشي مثلا مع شي طريق اللي فيها غير دو روتور، غينقص غير دو روتور غيوصل وتكون فيها البوند باسونت قليله. نشوفوا دابا هاد لانيماسيون هنا، لاحظوا معايا هنا عندنا الريب، شوفوا الريب من غادي يدوز، يعني كيعتمد على نومبر دو سو. قال لي الا دزت من هنا غادي ننقص روتور وغادي غندوز، اما الا دزت من هنا يعني ما غنقصش شي روتور، يعني غنمشي يعني غينقص غير روتور واحد، اما الا داز من هنا غينقص واحد جوج. شوفوا الريب من داز، وشوفوا لو اس بي اف من غادي يدوز. لو اس بي اف كيعتمد قلنا على بون باسون، يعني هذاك الكابل واش يعني الا كان جيجا ايترنيت راه حسن ليه من الا كان فاست ايترنيت. يعني لاحظوا لو اس بي اف مين داز. بغيتو نشوفوا معايا هنايا، قال لك هنا لي ريزو ديريكتومون كونيكتي ديتيكتي، يعني نشوفوا مثلا ملي كيبغوا يعمروا الطابل دو غوطاج ديالهم. لاحظوا معايا هنايا عندنا الريزو لانترفاس اوسو، هنايا غيحط لي هما ديريكتومون كونيكتي معاه، كيحطهم هنايا اللي هما هادي وهادي، و لانترفاس شمن انترفاس مكونيكتي معاه، والنون برضو سو يعني باش يوصل هذا الريزو. يعني هنا ما غينقص حتى روتور باش يوصل لهذا، وما غينقص حتى روتور باش يوصل لهذا، يعني شاك روتور كيدير نفس العمليه، كيحطو اللي هما ديريكتي كونيكت، يعني اللي هما كونيكتي ديريكتومون معاهم، كيحطوهم في الطابل دو غوطاج هنايا ديالهم. من بعد ما حطوهم في الطابل دو غوطاج ديالهم كيديروا لي شونج انيسيال، يعني كيشونجيو هذاك الطابل دو غوطاج بيناتهم، يعني كل وحده كتمشي هنا باش كيدير، لاحظوا معايا باش كيدير الميزاجور ديال طابل دو غوطاج. يعني كل لين دو غوطاج كتحط هنايا في الروتور باش يدير لها الميزاجور مع لي فوازان ديولو. لاحظوا شنو كيدير دابا لي غوطاج، هما داروا الميزاجور بيناتهم. شنو تحط هاد الروتور، شنو تحط عنده، تحطت عنده 10300 فين هي، ها هي 10300 سيريال، يعني الانترفاس اللي كيدي ليها هو هذا، والنومبر دو سو واحد، يعني غينقز هاد الروتور هذا باش يوصل لهاد الريزوال، ونفس الشكل كيديروا لي روتور كاملين. لاحظوا معايا هاد الروتور هذا حتى هو، ها هو عنده 10100 اللي هي هادي، وباش يوصل ليها من هاد الانترفاس، ها هو هاد الروتور من هاد الانترفاس غادي يمشي، والنومبر دو سو واحد، ها يعني غينقز هاد الروتور باش يوصل لنا، وكذلك بالنسبه للاخرين. من بعد قال لك الميزاجور سويفونت، يعني من بعد شنو غيديروا، غيديروا واحد ميزاجور بيناتهم. علاش؟ لان باقي هذا خاصو شي حاجه وهذا خاصو شي حاجه. شنو غيديروا؟ هذا هو صيفط، اي صيفط كلشي داكشي اللي عنده، يعني الطابل دو غوطاج الجديد ديالو غيعاود ثاني يصيفطو في الميزاجور. هاد الروتور حتى هو كذلك هو مثال، وهاد الروتور حتى هو كذلك هو مثال، غادي يدير نفس خدمه، يعني كي يديروا لي شونج ديال لي طابل دو غوطاج ديالهم. لاحظوا معايا ملي داروا الميزاجور هاد لو روتور شنو قال، قال لك اوكين نوفيل انفورماسيون، يعني ما كاين حتى شي معلومه جديده غيزيد الطابل دو غوطاج ديالهم، يعني داكشي اللي كاين راه هو اللي كاين. اما الاخرين لاحظوا معايا، هذا هو لقى 10400 اللي هي هادي،
ولا انترفاس اللي غيمشي معاها ها هو يعني الديريكسيون من غيدوز، وهنايا النومبر دو سو عطانا جوج، يعني باش هذا الروتور باش يوصل هذا الريزو خصو ينقص هذا الروتور الاول وينقص الروتور الثاني، يعني جوج. وكذلك بالنسبه لهذا اكتشف 10.100 اللي هي هذه وها السيريال اللي غيدي ليها، وجوج يعني الميتري يعني النومبر دو سو يعني الميتريك غينقص جوج ديال لي روتور. بهذا نكونوا كملنا الدرس ديال اليوم. هذا البي دي اف غادي تلقاوه في لو جروب سور فيسبوك، ونتلاقاو في لا فيديو المجيء ان شاء الله تعالى.